المهم اسمحوا لي حيت تقطع لي الاتصال في الطوموبيل. المهم اللي بغيت نقول انه يعني لا داعي لنشر القبح وهذا. واحد يعني كيسحب راسو سبع حيت ذبح انسان بحال واحد اخر ولا يعني وسخه ما بعدها وسخه وجر اجرام ما بعده اجرام ولا علاقه له لا لا باي اله اللي خلق ربي ما تيخلقش. مثلا اذا كنتو عندكم معتقدات دينيه وكنتو مسلمين فمثلا ربي ما كيخلقش الانسان باش تقتلو انت يقتلو هو يعطيه سكته قلبيه يقتلو. وحنا حنا حنا المغاربه بغض النظر عن هذا وذاك بنيه جايين عندنا ضياف ما يمكن ليناش ما عرفتش واخا تكون التوجه ديالك اللي بغى يكون. ولكن المهم الفيديوهات اللي بغيت نقول باختصار الله يخليكم الفيديوهات بحال هكا لا داعي انكم اصلا الفيديو هذا التحقيق مازال ما متاكدينش انه هذاك هذيك هي الجريمه ما علينا. فلا داعي لا داعي لا داعي لتناول الخبائث وتناول الاوساخ وتناول العنف. فان الفيديوهات بحال هكا ما تبقوش تناولوه ما تشوفوش فيهم لان الخبر براسو ملي كتسمع انسان تقتل ولا تذبح راه صافي راه كفايه كفايه زعما يقد ويفوت لديك الجهه. ان الانسان بنيات في مقتبل الشباب وزويونات وسبورتيف وظريفات وما جايين لا يسكروا لا يعبدوا حتى الا عبدوا سكروا شغلهم هذاك بنيات جايين يقتلهم واحد يعني ما اجرام ما عنده حتى شي تفسير ما عنده حتى شي فائده. من غير الفائده الوحيده وحنا غادي نحطوا نسطروا ونقولوا انكم تتحاولوا المساس بدوله سميتها دوله المغرب. المغرب بغيتو 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 ليه الشر والله يخليكم المغاربه ما تبقاوش داك الشر ما تبقاوش تاكلوه وتزيدوا تزكيوا الدال. لا المغرب بلاد مزيان وبلادنا ولا ما كنتوش تقعدتوا تحافظوا عليه راه كاين بنادم اللي ما عندوش ما فاهم حتى حاجه وباغي غير. وكاين الناس اللي عينهم انهم ما عينهمش ما عندهمش هذا الوطن ولا بلادهم بدليل الجماعات اللي فيها كل الحياه كلهم ديال اللي كيمجدوا قاردوغان وبدليل ونحن نحمل المسؤوليه لهذا الجريمه كنحملوها لكاع هذوك الخطاب كاع دوك الحياه كاع داك الوساخه اللي كتخطب بالعنف وكتوصي به كلكم من الطرف فهمتي كذا. فيعني كلكم من الطرف مثلا حتى داك الدفاع على داك المجرم ديال حامي الدين نفس الشيء نفس القتل نفس الشيء حتى تتحملوا المسؤوليه كتحملوا حيت هذوك الثلاثه دوك الربعه اللي شاركوا في هذه الجريمه هذ الربعه هذو وحدين استعملتوهم لان بنادم مقلوب عليه القفه واستعملتوهم قدرتوا تستعملوهم لان الدين فقط. ف حدا تنحملوا المسؤوليه لكلكم من الجماعات كلهم اللي فيهم هاد التكفير على التكفير وعلى القتل وعلى الحد على الشر كلكم كنحملكم المسؤوليه. واللي كيرفع اعلام بحال الاعلام اللي كيبين الولايه ديالو القردوغان واللي كيبدي داك لي ميساج وداك كلكم الحياه كلكم من الطرف مسؤولين وكلكم كتحاسبوا وكلكم خصكم تجيو وتحاسبوا يتحاسبوا على هذا الشيء. وهادو اللي المجرمين ماشي غير اللي اقترفوا الفعل المجرمين اللي عمروا ليهم دوك المخاخ فهكذا وصافي. فاذا اما الباقي اللي هو ان الواحد يبقى ياكل في الشر بحال قلت لك حاجاكم صبه ديال الخنز والوسخ وتجلس تاكل فيها تفرج فيها صافي راه كفايه. الانسان طرات له شي حاجه خايبه يا اغتصاب يا قتل يا سمو ما تبقاوش تاكلوا كل حاجه تاكلوا وتصيفطوا في الواتساب وتفرجوا وتنعسوا وتمشيوا راه هذا ديالكم السايكي اللي هو النفسانيه ديالكم تتخربوها. راه ما شتي الشر ما كينفع في حتى حاجه كفايه انك سمعتي بالشر ومنين تتوقع الشر بحال هكا ولاحظات فيها الاشرار والشريرين والشر كيوقع
هذيك الساعه اللي كيخصكم في عوض ما تزكيوش عفاكم الشر، تزكيو المحبه ونشروا المحبه ونحلوا الوئام وعاد ضيفوا الناس، عاد بغيتوا تجيبوا لي جروب، عاد بغيتوا تجيبوا الناس، عاد بغيتوا تنقصوا الثمن في التوريزم، عاد بغيتوا ديروا حمله ماركتينغ وتجيبوا الناس. اوكي صافي، هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندي ما نقول لكم. عاد كلنا المغاربه خصنا نطلعوا للجبل، خصنا نطلعوا لديك المنطقه بالضبط، خصنا نمشيو نتساراو، خصنا نمشيو نديروا لي غوندوني. كوكالو المغاربه كيطلعوا يديروا لي غوندوني في ايمليل، وكيطلعوا يديروا لي غوندوني في هاد المناطق، حتى واحد ما يكون فيه مرض السكر، وحتى واحد ما يكون فيه مرض السمنه، وحتى واحد ما يكون فيه بزاف ديال الامراض. فنقولها لكم، فكونوا واقفين لبلادكم. البلاد راه ماشي شي حاجه، راه ماشي شي حاجه تفرط فيها وترجع تلقاها. اياكم وياكم وياكم، تنقول لكم راه ما كاينش شي واحد، وعندك تصحابكم راه الامريكيين الاوروبيين ولا شي واحد غادي يعطيكم شي بلاد ولا غيعطيكم الحق ولا غادي، راه والو راه زعما ما يضحكش عليكم شي واحد. المهم هادشي اللي بغيت نقول، وتحياتي وسمحوا لي على هذا سميتو. يلا باي باي.